اليوم يا ماميز بدنا نغير ديكور أوضة القعدة من الديكور الصيفي أو الديكور يلي عندي إياه يلي هي ذهبي وأسود وأبيض، بدنا نغيره ليكون بيوحي بالشتاء أكثر، بيوحي بديسمبر، بشهر ديسمبر أكثر، بيوحي بشهر 12 أكثر. بدنا نغير الديكور مع بعض وبدنا نشوف شو بدنا نخترع بالمشتريات اللي فرجيتكم اياها بالفيديو السابق، وكيف حنخترع هيدي المشتريات ونظبط اوضه القعده مع بعض. في شغلات رح استعملها هي اوريدي كانت عندي، يعني هي بالاساس عندي وانا بس حاستعملها بالسيتنج، وفي شغلات لا اشتريناها. خلونا نبلش. في شغلات دي اي واي عاملينها، يعني نحن شغلينا ارت. خلونا نبلش نحط ونظبط ونشوف شو حنعمل، وحفرجيكم اوضه القعده قبل وارجع فرجيكم كيف حتصير بعد. خلينا نشوف اوضه القعده قبل. وهيدي اوضه القعده يلي عندي، بيضة جلد، ما بنصح ابدا حدا يجيب ابيض جلد، ندماني ندم السنين عليها لانه ما بتنضف، ما لا شيء بنضفها. هيدول الجولد والبلاك والجولد يلي عندي، في هاي وهي طاولة النص، يعني هيك بتطلع اوضة القعدة عندي. في هيدول الحرمات اكيد ما بنستغنى عنهم لانه بنحطهم على حضننا بالليل نحن عم نحضر تي في او قاعدين، والاهم هي التي في يونت. هاي التي في يونت يلي عنا، يلي هي المين، يلي حيتغير مينلي، يعني هي التي في يونت لانه ما في شيء يتغير غيره. هي اللي حتعمل الجو لانه هي اللي بوجنا اصلا دائما. وحفرجيكم شو عامله هون، حتى سبيرتو وهيدول الايرفونات عشان ما يضيعوا، حاطة الهاتفون هون عشان ناخدهم ونمشي دغري. سو بعتقد الهاتفون ما حيتغير مطرحهم لانه هيدول تيك اند جو، اذا رحنا ركضنا او رحنا بايكينج او شي عشان يكونوا دغري بين ايدينا. بس بدي ظبط الشرايط حالتهم حالة وهيك. هلا شفتوا عم حط هونيكي انا اغراض، بس زبطت هيدول الرفوف وزبطنا بقلبهم وحاولت توزع كل شيء وحط عليه كانه ثلج يلي هو القطن، وزبط يعني سيمتريك علشان العين ما تنزعج ونشوف كيف طلع. شوفوا هيدي علقتها هون صغيره حلوه، مطقوطه يعني ماشي حالها على باب البيت. بعدين هي قطه القعده هيك صارت، زدنا هاي وزدنا هاي زدنا هاي. يلي نسيناه نحنا انه عندي هون اربعة لازم نعملهم، بس انه بجيب خرط نسيتهم. هاي حطينا هدول رجعناهم، هاي حطيناها على كرسي حسون اللي بيعد عليها، وهيك صارت كل اوضة القعدة. حطينا هيدا الفرو
هون ليعطي هيك على الشتاء، وبلش من هالميل هون. كريسمس بدبي، ايام ما كنا نسافر، وهيدي هاند ميد، وهاي وهي عليناها لفوق هون، حطيت هون هاي علوشي عملها فكرة، انا حطيت هاي بس علوشي. هيدا الحصان شوفوا كيف رشينا عليه ذهبة، كنت مفرجيتكن اياه. في شي كان اوريدي عندي وشي عملته، هاي لين عملتها كمان كتير حبيتها. وهي هيك طالع شكلها. وهون نسيني، يعني في هالرف ناسينه ورفوف اللي هون ناسينه، سو بعملكن الابديت بالفيديو الجايين شو حطينا بهاي وشو عملنا هون. اوكي Breaks up me a shelter with me. Christmas is waiting for you. It'll never start without you. Never start without you. Christmas is all about you. I see everywhere around the fairies of December. You. For good, hurry down the chimney tonight. وهيك ونكون خلصنا هيدا الفيديو وخلصنا التغيير يلي عملناه فيه والقعدة. رح تشوفوا كتير تغييرات جاية وتطورات قادمة، مشان هيك خليكن كابسين زر الجرس، تأكدوا انكم تكونوا كابسين زر الجرس هون تحت، هون حيكون تحت علوشي. علوشي ساعدنا اليوم قد ما شاطر كثير. وكمان ما تنسوا تعملوا لنا لايك، ايه لايك علي، لايك طلع تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للشانل. لايك و لايك وكمان هلا مثل العادة بدنا نقلكم ماشي.